In Deir al-Balah, near Gaza City, Palestinians taking advantage of their new freedom of assembly openly debate the pros and cons of the peace agreement. قبل شهر قبل خمسة خمسة قلنا في هذا الوقت إن إحنا كنا مفروض عندنا ما نتجول ما كناش قادرين نقعد مثل هاي الجلسة كان الأطفال يعني ممنوعين يلعبوا حتى هذا الوقت أنا بدي أسأل سؤال يعني رفض الاتفاق القاهرة الريحة هل منطلق إنه الاتفاق في بنود سيئة ولا من رفض للمسيرة السلمية بشكل عام وما هو البديل يعني نسمع وجدنا أخ عماد أخ أحمد بس بشكل هو الصحيح الرفض كامل وشامل لأنه البديل بالدرجة الأساسية أنه لازم يكون إن حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس أنا بقول أنه الاتفاق هذا يعني في ظل الظروف اللي إحنا بنعيشها وعايشناها مش ممكن نحقق في الوقت الحالي أكثر من هيك بالنسبة لغزة وأريحة هي بداية مش نهاية يعني لسه جاي الخليل ونابلس وجنين وكذا لسه في كلام على القدس لسه في كلام على المستوطنات السلام طبعا يعني الطريق شاقة كثير من الناس بيسألوا إيش البديل هل معنى إذا في وقت ما تحت الضغط العالمي ما استطعش أني أحقق إقامة دولة إلي حقي الكامل على أرضي أن أعيش حر مثل باقي الشعوب هل أتنازل عن حقي؟ مثال بسيط جدا لو بنضربه أجا لص طردك من بيتك بيتك طردك منه ما قدرتش ترجع لبيتك ضغط عليك ما قدرتش ترجع كل المحاولات ما قدرتش ترجع للبيت هل تتنازل عن حقك في البيت؟ لأنه في هناك عليك ضغط في عليك مضايقات أنا لا أعرف بالضبط لماذا تسموا هذا تنازلا أو هو الحق كله اتفاق غزة أريحة يعتبر هو كل الحل يعني في من قراءتنا في تاريخ العالم كله نرى بوضوح جدا أنت أشرت إلى نقطة هامة جدا وهي اتفاقية فرساي مثلا الحرب العالمية الأولى اتفاقية بوتسدام ويالطا هذه لم تكن نهاية السلام إنما الاتفاقية اتفاقية غزة أريحة بداية نقطة شرارة للسلام فقط لكن هل يعني أن نقف عندها؟ لا